السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت فيديو جديده ثاني، جيت نشارك معكم اصيفط ليا با من المغرب. صيفط ليا مسكين واحد شويه ديال داكشي اللي قلت له، داكشي اللي قلت له صيفطوا ليا مسكين. المهم اول حاجه صيفط ليا البنات، صيفط ليا السمنت، صيفط ليا الشباكيه، صيفط ليا الحامض كما كتشوفوا معايا، الهريسه، الزيتون. المهم صيفط ليا داكشي اللي بغيت كامل صيفطوا ليا مسكين. هادشي صيفطوا ليا في الطياره، حيت ما الطياره ما فيهاش الكليات بزاف. صيفطوا ليا في الطياره كما قلت لكم ما فيهاش الكليات بزاف. وهنا كما كتشوفوا معايا غادي ندير نرد كل حاجه بلاصتها. كما كتشوفوا معايا هنا صيفط ليا الورد كنحتاجو كنديرو فوق الحلوه ولا فوق لي طارت. الخزامه كذلك صيفطها ليا. بالنسبه لهذه واحد العشبه، هذه كدار للشقيقه، شي خطره نشاركها معكم. اول مره غادي نستعملها، غير سمعتها في الانترنت وبغيت نجربها. هنا كل حاجه غادي نردها بلاصتها، السمن درتها في القرعه وغادي نسد عليه ونديرو في البلاكار. انا بالنسبه للزيتون كل حاجه غنديرها في الطاسه ديالها. هذا الزيتون هذا كيحمق عليه ولادي، هذا الزيتون هذا اللي مقطع تيبغيه وليداتي، سورتو الكبيره، بنتي الكبيره كتحمق عليه ديما. بابا كيصيفطوا ليها الزيتون الحار، الزيتون الكحل كنستعملو حتى هو بزاف في الوصفات. بالنسبه للحامض مصير، انا عندي واحد شويه حيت غير وحده درتها في القرعه، وهادو اللي بقاو لي هاد جوج البنات درتهم في الكونجيلاتور، راه ما تيوقع لهم والو. انا فاش كيتسالي كنجبد من الكونجيلاتور ونبدا نطيب بهم. كما كتشوفوا معايا هنايا الورد درته في قريعه حتى هو، الخزامه حتى هي درتها في قرعه، كل حاجه درتها بلاصتها. التمر كذلك ديال المغرب، وبقاو معايا حتى الاخر تاع الفيديو. غادي نشارك معكم اش ريت مع اكسون، اش نظمت درت لهم حتى التنظيم، شنو درت فيهم زعما. الناس اول حاجه شريت هي هذا تاع الخبز، كنت شحال هذه بغيت نشريها، وكنت بغيت نشريها في الكري، ولكن الكري شويه كتصدى، خديتها ساميه في الخشب تاع الخبز. نحلها معكم، كدير فيها الخبيزات، واخا ديرهم بلا ميكا كتبقى محافظه على الخبز، ولكن انا ضروري ندير لهم ميكا باش يبقاو رطبين. شتو ديري لهاد اللعيبه هادي باش ما ديرش الريحه. البنات شريتها من اكسيون ب9 اورو، ما غالياش 9 اورو، زعما دير فيها اللي كاين، اللي عندكم خبز بغيوش، المهم اللي كيشيط عليكم ديال الخبز ديال سميتو كديروه فيها. انا خديتها كانت خاصاني، نيت انا الخبز كنديروه في بلاستيكه وكنلويه وكنديروه في الفران باش ما يتساحلش. دابا غنديروه في بلاستيكه ونحطها فوق الميكرووند، هانتوما تشوفوا معايا. هذا ما كطرناش حيت كنبنى هاد الخبز البارح، شفتو البارح هو اللي غنتفطر به اليوم. الخبز ما كيطرناش على التلاشط. حنايا عندنا هنايا عندنا واحد الحديقه ديال الحيوانات، كيكونوا فيهم داك ليزانيمو حاشاكم، كيكونوا فيهم الحمير، كيكونوا فيهم داك العواد، كلشي كنديهم ليهم. فوالا شفتو معايا، وانا غنوريكم انا غنديرها. غادي نديرها البنات فوق الميكرووند ونخليها غير هنا هكا صافي، وغادي نخليها غير هنا صافي. ندير بحال ديكوراسيون من الفوق، غادي منخليهاش، ندير غير هاد الجوج هادو صافي كما كتشوفو معايا.
هانتوما درتها هنايا فوق الميكرووند، هاكا ماما جوج الخبز نحل ندير صقاطو تاع الدراري هنايا غادي له صافي ونخليها هنايا. نتمنى تعجبكم. ثاني حاجه اللي شريتها البنات هي ثاني حاجه اللي شريتها البنات هو هذا البلاطو، شريته معكسو، شريته باورو كما قلت لكم، شريته باورو فيهم هاد لي زالفابي هادو وفيهم فيهم الارقام. ها هي كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هي انا غادي ندير هنايا غادي ندير السميه تاع لاشين ديالي، انتما غتشوفوا غادي ندير السميه تاع لاشين ديالي ديجا انا غادي نديرو غير هنا ديجا دايرة سميتي كان هي نقطع شويه وهنا غادي ندير نهبط واحد شويه وندير غادي ندير البوست شتو ديروا فيها اي حاجه بالنسبه انا غنخليها في الكوزينه. هوب نهبط ثاني شويه فوالا خديتها اورو اكسيون البنات شتو كي كتجي غادي نقادها شويه هاكا ونحطها من كون كان هاكا كنصور نحطها قدامي هنايا درت سانو سي لو هذا لو برينون ديالي كتجي زوينه غادي نحطها قدامي ممكن نكون كنصور نحطها قدامي ونحط السميه تاع لاشين ديالي كتجي زوينه وانا نحطها غير في الكوزينه ما غاديش نعلقها هي تقدري حتى تعلقي هي التعليقه ديالها هنا لتحت ولكن انا ما غاديش نعلقها فيما نبغي نصور نحطها قدامي. شتي صاب اورو البنات اورو 0.99 سنتيم. ثالث حاجه اللي شريت من اكسيون ديالت هي هذه هاد السليله هذه كيديروا فيها الجورنال كيديروا فيها دوك المجلات وتحطها في الارض في الصالون مي انا غندير فيها حاجه اخرى كما تشوفوا معايا. انا غادي نركبها ونرجع معكم. فوالا البنات انا ركبتها دابا كما كتشوفوا معايا ركبتها دابا انا نوريكم اش غندير فيها. البنات غندير فيها انا الدسر غندير فيها الدسر غادي نبغى شي حاجه كيجي هزها غادي نحطها غير في الارض ما غاديش نديرها شي بلاصه حتى ما عنديش فين نديرها اصلا. Thank you.
البنات كي جات هذه كدار فيها كيدار فيها سمحوا لي كيدار فيها لي كيدار فيها سميتو كيدار فيها لي المجلات وداك الشيء. انا درت فيها الديسير جو تروف سي ميو. ما عرفتش حتى تخلوا لي دي كومونتير في 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 لا تحت 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 الفيديو واش نخليها هكا ولا نحيد منها الديسير. وعندي هذا ثاني تا هو شريتو من اكسيون كندير الديسير، راه باقي عندي الديسير بزاف غنزيد نكملو هنا. انتما البنات حتى انا فهاد القنيت حتى المبل ديال 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 الكافي خليتها غير هنايا. ولادي كتجيهم شويه بعيده كنحطها فوق الميكرووند، مي دابا الميكرووند درت فيه هذيك تاع الخبز خليتها غير هنايا كل خطره يجيو يهزو ولا تحماقوا على الديسير. ودابا ساليت معكم لي زارتيكل ديال اكسون، دابا غادي ندوزو نوريكم كي لقيت الفريز لقيت الفريز لقيتو شويه رخيص، قلت نوريكم كي غندير نجبدو نجمدو ني طرا قريب رمضان ما بقى والو. انا كنجمدو كنجبدو خطره خطره كندير ولادي به العصير مع العصير تاع الليمون ويلاه معايا. هنا كما شفتو معايا خديت واحد شويه تاع الفريز كنت لقيتو رخيص في السوق، خديت وقيلا شي شرات الباكيات ديجا ولادي كلاو جوج. خديت نيت رمضان ما بقى له والو، انا ما كنوجدش رمضان كنوجد غير دابا حيت عزيز علينا الفريز، حنا سيرتو ولادي تعزيز عليهم فريز عصير مع الليمون. هنا غادي نحيد له داك الخضر ديالو وغادي نغسلو مزيان. بالنسبه للفخيز دابا راه رخيص، شريت انا هاد الباكيه كامله شريتها ب 4 اورو، هي 40 درهم، هي 40 درهم رخيص دابا ولا كيرخص الفريز، وراه موجود حنا عندنا في فرنسا كاين غير هو في السوق. صافي هنايا بديت كنغسلهم، غادي نغسلهم مزيان واحد جوج ولا ثلاثه الخطرات وغادي نزيد عليهم واحد شويه تاع الخل. هذا هو الوقيته ديال الفخيز. الا كنتو توجدوا رمضان دابا رمضان ما بقى والو بالسلامه. انا كندير هذه الطريقه بزاف في رمضان، كنوجد الفريز بزاف في رمضان، انا كنشري بزاف تاع الفريز عزيز عليا هكا عصير فريز في رمضان في الفطور. هنا درت واحد شويه تاع الخل صافي، وهنا غادي نخليه يستقطر واحد شويه. وغادي نقسمه على جوج، كل فريزه نقسمها على جوج. كما كتشوفوا معايا هنا خديت واحد شويه ساعه سنيده غادي نديرها عليها، غادي نديرو على داك الفريز كما قلت لكم، وغادي نخلط شويه هكا مزيان، غادي نخلطو مزيان وغادي ندخل ناخذ لي بلاستيك اللي كيدخلوا الكونجيلاتور اللي كيتسدو مزيان. انا كنشري هادو كنشريهم من اكسيون. هنا ديك الساعه درت لهم سنيده، ديك الساعه درتهم في لي ساك دو كونجيلاتور باش ما يطلقوش الماء. انا كل خطره كنجبد الساك، انا الساك واحد كنجبدو في دقه واحده ما كنقسمش منه، كندير داكشي اللي غادي يقدني ونخشي في الكونجيلاتور وصافي. حبيباتي هنا كيكون تسلى الفيديو ديالي، ما تنساوش ابونا في لاشين تخليوا لي دي كومونتير دي جيم حتى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم.